احنا بنتكلم على القوات المسلحة المصرية، القوات المسلحة المصرية اللي طول الوقت زي ما بقول لك هي طول الوقت بتحمي هذا الوطن، طول الوقت بتحمي الحدود، بتحمي وتقف كحائط صد رادع حقيقي مخيف، مخيف لكل من تسول له نفسه انه يفكر مجرد تفكير يقرب من مصر او يقرب من امنها القومي. امن مصر القومي يمتد حتى الخليج العربي، أمن مصر القومي يمتد حتى ليبيا، أمن مصر القومي هو العروبة بالمناسبة. يعني القوات المسلحة المصرية لا تكتفي فقط بذلك. القوات المسلحة المصرية، بس اللي عايز أقوله لك لمن لا يعلم أو من يحاول الإنكار أو من يحاول التعتيم أو لا يريد الحديث، القوات المسلحة المصرية كانت عاملا أساسيا رئيسيا إن لم يكن تكن هي العامل الأول في توفير السلع الغذائية من سنة 2011، من أيام 25 يناير. كان الجيش المصري بالمناسبة من الآخر كده يعني هو اللي بيوفر لنا الأكل والشرب. ده على بلاطة، عايز بقى أنت تقول ده، مش عايز تقول ده، عايز دايما تحطه بعيد ومش عاوز تذكره، أنا آسف ما أقدرش أخالف ضميري. والنهاردة القوات المسلحة المصرية بتقوم بدور عظيم أيضا في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة المخفضة علشان قرب حلول شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتوا طيبين. خلونا نشوف هذا التقرير حول دور القوات المسلحة المصرية في توفير سلعنا الأساسية بأقل سعر ممكن، ممكن مش هقولك أقل سعر في الدنيا، أقل سعر ممكن. في وصف جيشنا قالوا أسعار مناسبة، بس فعلا هي أسعار مخفضة جدا قدر الاستطاعة. خلونا نشوف هذا التقرير ثم فاصل ونرجع نكمل الكلام. بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، حيث قامت هيئة الإمداد والتموين من خلال إداراتها التخصصية بتجهيز وتعبئة أكثر من 1.5 مليون عبوة غذائية لطرحها في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60% ودفعها إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. في سياق متصل قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بضخ المنتجات من كافة السلع إلى السوق المحلي عبر 1200 منفذ متحرك و212 منفذا ثابتا في كافة المحافظات ومضاعفة كميات المعروضات لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة.
كما كثف جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة من جهوده بتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال 62 مجمعاً وفرعاً في كافة أنحاء الجمهورية. وشهدت المنافذ إقبالاً لكافة فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية، والذين أشادوا بجهود قواتهم المسلحة في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية، وأعربوا عن ثقتهم في جودة المنتجات المعروضة وكمياتها الوفيرة. كل الخدمات وكل حاجة على أكمل وجه، ما فيش أحسن من كده، وأسعار في المعقول جدا، في متناول الجميع. المبلغ النهاردة دفعته أنا ممكن أدفعه برة 3 أضعاف. منافس القوات المسلحة، ربنا يخلي الرئيس بينزل أسعار أرخص من برة بكتير طبعا. هناكل وندعي لهم والله، والبركة بقى في رئيسنا. والأسعار بالنسبة لنا هنا الواحد الفقير حلوة بالنسبة لي أنا كصنايع فقير، أجيب اللي أنا عايزه منه. أنا دلوقتي بتعامل معاهم على طول، لحمتي وخضاري وكل حاجة من هنا بصراحة. يعني الأسعار ما شاء الله أحسن من السوق، يعني بتقل عن السوق 20-25%، وده حاجة عظيمة يعني، وبعدين بتوفر علينا. حاجاتهم جميلة، واللي بيعملوه معانا الله يبارك لهم فيهم، اللي هم بيعملوه معانا يعني، وبيبصوا للناس الغلابة. لسه شايف الأسعار دلوقتي حاليا أسعار في متناول اليد الحمد لله يعني، بالنسبة للسوق حاليا يعني. والحاجة أرخص منها، فرق كتير قوي من سعر بره وسعر هنا، فرق جامد قوي يعني. انزلوا هتلاقي كل السلع متوفرة في الأسواق وفي المولات اللي تبع القوات المسلحة. كل المنتجات اللي بتحتاجها بلاقيها هنا وبأسعار أقل من بره. لا مفيش حاجة مش موجودة هنا وموجودة بره، كل حاجة أنا محتاجها في بيتي موجودة هنا. أنا كمواطن مصري بدور على أقل سعر. أسعار أحسن من بره بكتير بالنسبة للأسعار اللي أنا شايفها النهاردة. أسعار بتاعة القوات المسلحة واللي تدخلت فيها الدولة ممتازة، أحسن من التجار بره وأحسن من المنافذ الخاصة بمراحل كثيرة جدا. أنا بقول كلمة لوجه الله، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فضلا عن توفير حصص مجانية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تم توزيعها على 30,000 أسرة بكافة أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتؤكد على جاهزيتها ودعمها دوما لأبناء الشعب المصري العظيم.